فرض منتزه ترفيهي ياباني شروطاً خاصة على زواره تتمثل في كبت الصوت داخل القلب أثناء ركوبهم الأفعوانيات المثيرة، وذلك لتجنب نشر فيروس كورونا. وخاض التجربة مسؤولان في المنتزه جلسا بصمت، فيما الأصوات الوحيدة الصادرة تتأتى من الهواء وقرقعة الأفعوانية. خبر طريف. اصرخ بصمت واكتم أنفاسك، طريقة ابتكرها منتزه ترفيهي في اليابان لتجنب نشر فيروس كورونا أثناء ركوب القطار الأفعواني أو ما يسمى قطار الموت. هكذا وصلت قيود كورونا إلى مدن الملاهي اليابانية، شروط خاصة تفرض مجددا على أساليب الترفيه. على الرغم من المتعة والإثارة اللذين لا يفارقان ركاب اللعبة المثيرة، فإن الرعب الذي ينتاب الركاب يجب أن يكون داخليا وصامتا. ولتشجيعهم على كتم صراخهم تقدم مدينة الألعاب تخفيضات للزبائن على الصور الملتقطة إن صمتوا عندما يبلغ قطار الموت بهم 71 مترا ويهبط فجأة. عاصفة كورونا تستمر بفرض استراتيجياتها على مختلف جوانب الحياة، حتى اللهو والترفيه كان ضحية لقيودها.